أيها الأعزاء أيها العزيزات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نحو المستقبل. مشاهدين الأعزاء لازلنا معكم في سلسلة هذه الحلقات، نقلب معكم مشاهدين الأعزاء في كل أسبوع حلقة تنموية جديدة من محافظة الشبوة. إذن مشاهدين الأعزاء في كل مكان، دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود اللقاء بكم، فكونوا معنا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، والعود أحمد دائما. ويسعدني مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة أن أقلب الكثير من الملفات الخاصة بالمجال التنموي والخدمي هنا في هذه المحافظة. واليوم مشاهدينا الأعزاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف الأستاذ علي محمد عامر، مدير عام مديرية عطق عاصمة محافظة شبوة ورئيس المجلس المحلي في هذه المديرية. سنقلب معه الكثير من الملفات التنموية والإنجازات التي تحققت لهذه المديرية، وهي اليوم أيضا مشاهدينا الأعزاء تعد عاصمة لهذه المحافظة، عاصمة تنموية وخدمية. بداية أستاذ علي عامر، أهلا ومرحبا بك على قناة عدن الفضائية وبرنامج نحو المستقبل. أهلا وسهلا، حياكم الله، نتشرف بزيارتكم إلينا. بداية أستاذ علي عامر، مدير عام مديرية عطق ورئيس المجلس المحلي، بداية لو تضعنا وتضع المشاهد الكريم في صورة عامة لهذه المديرية. بداية نشكر الأخوة في قناة عدن الفضائية على زيارتهم إلى محافظة شبوة ولقاءاتهم التي عملوها مع أكثر من جهة رسمية داخل المحافظة وفي مديرية عتق. وبالنسبة لنا في مديرية عتق، يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الأخ المحافظ، نالت عتق نصيبا وافرا من المشاريع التنموية، سواء كان في مجال الطرقات أو في مجال الصحة أو في مجال الصرف الصحي أو في مجال الكهرباء، فقد تم تنفيذ العديد من المشاريع في هذه الجوانب كاملة، ولا زلنا ننتظر. كما أيضا تم تنفيذ مشاريع في جانب الجوانب الترفيهية والسياحية في المحافظة، وتم افتتاح حدائق ومسابح في مدينة عتق. هذا من شأنه يجذب الناس إلى هذه المدينة ويجذب بشكل كبير الأخوة أصحاب رؤوس الأموال والتجار للاستثمارات في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بشكل خاص. فالنقلة النوعية التي حصلت لمحافظة شبوة ولعتق بالذات بعد توفر الجانب الأمني الذي شجع المستثمرين أن يتقدموا بمشاريع إلى وينفذوها في محافظة شبوة، كذلك كان من نتاج هذا استيعاب كثير من الأيدي العاملة في المحافظة ومن محافظات أخرى كذلك. لو نتحدث أستاذ علي عن أبرز مهامكم وأولياتكم والإنجازات التي تحققت لهذه المديرية، واليوم هي مديرية عتق تعد أيضا عاصمة تنموية خدمية لهذه المحافظة. من أبرز المهام اللي وأهدافنا في المرحلة القريبة الماضية، كان هدفنا في العام هذا أن نحل مشكلة المياه بشكل عام في مديرية عتق، وتم العمل لتحقيق هذا الهدف من خلال بعض الإمكانيات وتنفيذ الخطط التي تم اعتمادها. فتم التنسيق لتحقيق هذا الهدف مع الأخ المحافظ، وتم تشكيل لجنة طوارئ لمشاريع المياه في عتق، وصرفت من حساب السلطة المحلية في المحافظة على في جانب المياه، أن كان هدف لنا أن نعالج ونحل مشكلة المياه في 2020 نحلها بالكامل. فتم صرف أكثر من 700,000 دولار بدعم من السلطة المحلية في المحافظة لتحقيق هذا الهدف. تم تنفيذ إعادة صيانة لآبار الشبيكة
تم افتتاح بئر في منطقة الشبكة، تم مد خط إسالة من منطقة من بئر الشبكة إلى الخزان بمسافة كيلو و900 متر تقريبا. تم كذلك التنسيق مع الأخوة في الصندوق الاجتماعي، وقبل هذا على حساب السلطة المحلية وبإشراف لجنة الطوارئ في المحافظة، تم حفر بئرين في منطقة العوشة وتأهيل بئر ثالثة، وتم معالجة بعض المشاكل في خط الإسالة من العوشة بمديرية نصاب إلى عتق، فتم حل المشكلة يعني بشكل كبير، ولا زلنا نعالج ما تبقى إن شاء الله حتى نحل مشكلة المياه في مدينة عتق وفي المديرية بشكل عام. وفي إطار المديرية كذلك تم اعتماد بعض الآبار وبئر في منطقة قرى خليفة والمناطق المجاورة لها، تم كذلك اعتماد خط كهرباء لمشروع بئر خمر، كذلك تم توقيع عقد مع الأخوة في صندوق التنمية الاجتماعي بمبلغ 460 ألف دولار لتأهيل وتوصيل المياه إلى منطقة الجابية والمناطق المجاورة لها تبلغ 9 قرى مجاورة. فتم والحمد لله الانتهاء من تمديد الشبكة، بقي علينا مشروع في هذا المشروع حق الجابية، بقي علينا مشروع المضخة، وتم التنسيق الأسبوع الماضي مع الأخوة في جمعية تنمية الأسرة واعتمدوا لنا موضوع المضخة، وما زلنا بحاجة إلى توصيل الكهرباء والسيارة النور قريبا. هذا المشروع إن شاء الله سيستفيد من عدد كبير، يمكن يشكلوا 20% من سكان المديرية أو أكثر. فكل هذه المشاريع في إطار المياه بالإضافة إلى الدعم المقدم من منظمة استجابة اللي تم سابقا في مشروع الشبيكة، تم تغيير الخط وتم تأهيل 7 آبار. كل هذه المشاريع من شأنها أن تحقق هدفنا التنموي، وهو تحقيق مرحلة الاكتفاء من المياه في مديرية عتق. أستاذ علي، سوف نتحدث عن كثير من الملفات في هذه الحلقة، ونتحدث أيضا عن حجم الإنجاز في هذه المديرية، وتضع أيضا المشاهد الكريم في صورة أخرى لحجم الإنجاز لمديرية عتق، وهي اليوم تشهد الكثير من المشاريع التنموية في مختلف الجوانب. الصعوبات هي طبعا قلة الإمكانيات وضعف موضوع التحصيل وتداخل الصلاحيات، باعتبارنا مركز المحافظة مع مكاتب فروع الوزارات ومع السلطة المحلية في المحافظة. وللتخفيف من هذه الصعوبات تم التواصل مع الأخوة في السلطة المحلية، وكان هناك دور مشكور للأخ المحافظ أن اعتمد من مدينة عتق بالذات تتبع السلطة المحلية في المحافظة من حيث الدعم، وباقي الرياف عتق يعتبر كمديرية يسلم لها مثلها مثل أي مديرية من مديريات المحافظة. فهذا جهد مشكور للأخ المحافظ، ونحن بحكم موقعنا أننا عاصمة المحافظة الحمد لله كان للسلطة المحلية في المحافظة دور كبير في تعجيل وتسيير عجلة التنمية في المديرية. وفيما يخص الإمكانات كذلك تم المتابعة المستمرة للمكاتب الإرادية، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم تحصيل مبالغ لا بأس بها. خلال العام هذا 2020 نفذنا مشاريع على حساب السلطة المحلية في المديرية في جانب الكهرباء وفي جانب الطرقات الريفية بمبلغ ما يقارب 82 مليون ريال على تمويل محلي من السلطة المحلية في المديرية. وفيما يخص تداخل الصلاحيات تم التنسيق مع الأخ المحافظ، وتم عمل لقاء مشترك مع المكاتب ذات العلاقة في المحافظة، وتم توزيع بعض الصلاحيات بحيث أنها لا تتداخل في إطار المديرية ومكاتب فروع الوزارات، وإن شاء الله
وجدنا تحسن كبير بعد ذلك. أستاذ علي عامر، مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي، نتحدث اليوم عن أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهكم اليوم. بالنسبة مثل ما قلت لك، محافظة شبوة وبالذات مديرية عتق وجدت لفتة كريمة من الأخوة في السلطة المحلية في المحافظة وعلى رأسهم الأخ المحافظ، من حصة المحافظة من النفط المصدر من محافظة شبوة، من حقوق المحافظة شبوة، فكان الاستفادة من هذه المبالغ في تنمية، انعكست في تنمية لمسها جميع أبناء المحافظة وجميع أبناء اليمن بشكل عام. هذه المشاريع تمثلت في مشاريع الإنارة، في وضع 3 بوابات لمدينة عتق بنمط تراثي وحضاري جميل جدا، تم توسعة الخطوط، الشارع المتجه إلى العبر وإلى المنفذ السعودي اليمني، كذلك في البوابة اللي هذا تمثل البوابة الشمالية، البوابة الغربية في طريق عتق نصاب بيحان، فكانت هناك في توسعة في هذه المداخل ووضع بوابة، أضاف إلى ذلك الطريق الشرقي الجنوبي الذي يتجه إلى عدن والمكلا، فحصل توسعة لهذه الخطوط، حصلت إنارة، حصل تشجير، حصل كذلك تنفيذ طرقات داخل المدينة مثل شارع حنيش وغيره، جانب الرصف كذلك، مشاريع تنموية لمسها أبناء المحافظة وأبناء اليمن بشكل عام، إضافة إلى المشاريع في الجانب الصحي، توفير تجهيزات متكاملة لمستشفى عتق، تأثيث وتأهيل وترميم المستشفى الجديد بعد القصف الذي حصل أثناء وجود الإنقلابيين الحوثيين في مدينة عتق في نهاية 2015، كذلك في جانب التربية والتعليم حصل هناك تعاقدات لأكثر من 700 معلم ومعلمة لتغطية العجز، كذلك في جانب المياه مثل ما أسلفت لك دعم من الأخ المحافظ أكثر من 700,000 دولار التي تم صرفها على لجنة الطوارئ وما زال الآن يصرف لبعض الاحتياجات في جانب المياه. أضف إلى ذلك موضوع الصرف الصحي والذي يهمنا كثير في مديرية عتق، وتم اعتماد 7,500,000، تم توقيع عقد مع المقاول لتأهيل الصرف الصحي وإنشاء غرفة للمعالجة، وهذا مشروع استراتيجي ومهم كنا ننتظر له منذ فترة في عتق، وإن شاء الله يتم البدء فيه قريبا. نعم. إضافة إلى فتح شوارع ومنافذ جديدة، سيتم في الأسبوع القادم إن شاء الله توقيع عقد لشارع من فندق الخليج إلى طريق الدولي، وهذا سيخفف كثير من العبء، وشارع 40 الذي تم فتحه قريبا. المشاريع التنموية والترفيهية الأخرى مثل حديقة عتق الذي تم افتتاحها، المسبح، كذلك نحن في إطار ترتيب حدائق، توقيع عقود لحدائق أخرى وأسواق تجارية يتم افتتاحها في عتق بإذن الله. في ظل انتشار اليوم الكثير من الأوبئة والأمراض الفتاكة لا سيما في مختلف المحافظات اليمنية، وأقصد هنا أستاذ علي عامر أقصد الحميات، حمى الضنك والملاريا وأخواتها، اليوم ماذا عن الخطط الاحترازية وكيف تعملون أيضا على توفير الكثير من مبيدات الرش الضبابي للقضاء على البعوض الناقل لكثير من الأمراض المنتشرة لا سيما في هذه المحافظة، واليوم الكثير من أبناء هذه المحافظة يعانون أيضا انتشار حمى الضنك، كيف يعلق الأستاذ علي عامر مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي فيها على ذلك؟ طبعا نحن في عتق الآن وجدنا أن حمى الضنك منتشرة بشكل مقلق لنا السلطة المحلية، وتم تقديم دراسة متكاملة لتنفيذ خطة لتنفيذ حملة رش
وكذلك حملة التوعية وكذلك حملة القضاء على المصادر. فتم تجهيز الخطة وكنا بننفذها على حساب السلطة المحلية في المحافظة، وكان هناك تدخل للأخوة في الصندوق، وكان يفترض في صندوق التنمية، وكان يفترض أننا ننفذ هذه الحملة ندشنها يوم الاثنين الماضي، لكن لتدخل السلطة لمنظمة الصحة العالمية اعتمدوا الحملة على أن تنفذ في مديرية عتق ومديرية بيحان، وإن شاء الله ننفذها بداية الأسبوع القادم، حملة لمكافحة حمى الضنك. فتدخل السلطة المحلية باستمرار لمعالجة أي إشكالات والقضاء على أي بؤر مرضية أو وبائية في مديرية عتق. كذلك كان هناك دور للسلطة المحلية في المرحلة الماضية في مكافحة الجائحة، جائحة كورونا، فكان تنسيق غرفة لجنة الطوارئ على مستوى المحافظة، وتم الترتيب، وكذلك تم إنشاء مركز للعزل، وتم عمل الاحتياطات ووسائل السلامة اللازمة بإمكانات السلطة المحلية في المحافظة، فكان لها دور بعد الله سبحانه وتعالى في التخفيف من هذه الجائحة على أبناء المحافظة، ومرت بسلام ولو أن باقي بعض الأشياء المقلقة، لكن الحمد لله اطلاعا على التقارير اليومية فيما يخص موضوع كورونا وجدنا أنه يعني الحالات المصابة يعني خفت بشكل كبير إلى مستوى لا يذكر يعني، والحمد لله. أستاذ علي، اليوم شاهدنا الكثير من المشافي الصحية، أقصد القطاع الخاص في هذه المحافظة، هناك الكثير من المستوصفات وهناك الكثير من الصيدليات، ماذا عن تفعيل دور الرقابة لا سيما على المشافي الخاصة، وهل حلت محل المشافي الحكومية في هذه المديرية وهي أيضا اليوم هي عاصمة لمحافظة شبوة؟ بالنسبة للمنشآت الصحية، نحن عندنا قسم للمنشآت الصحية الخاصة، وتم تفعيل هذا القسم بعدة نزولات على المنشآت الصحية، وتم رفع تقرير من قبل اللجنة المكلفة بالنزول على المنشآت الصحية، وجدنا أن بعض المنشآت اللي عاملة ومنذ فترة بدون تراخيص إنشاء، وبعضها عندها تراخيص إنشاء لكن بعض العاملين فيها لا يوجد لديهم مزاولة مهنة، وكثير من المنشآت مكتملة من حيث الوثائق، وثائق الإنشاء وتراخيص الإنشاء وتراخيص مزاولة المهنة للمنشأة نفسها وللعاملين فيها. فتم تكليف الأخوة في مديرية عتق، في الصحة في مديرية عتق، والمدير إدارة المنشآت الصحية في مكتب الصحة بالمحافظة بالنزول بمرافقة لجنة أمنية إقفال أي منشأة صحية لا يوجد لديها ترخيص أو يعمل فيها أشخاص ليسوا لديهم بطائق مزاولة مهنة. فتابعنا هذا ومستمرين إن شاء الله في المتابعة، وهذا له دور كبير أيضا في الحد من أي تجاوزات ومن أي إخلالات بحياة الناس. كذلك في زيارات مستمرة للصيدليات لمتابعة الأدوية صنعها وشركات الإنتاج، بحيث أن لا يوجد للمواطنين المستفيدين من هذه العلاجات أي علاجات يكون لها مردود سلبي عليهم، لابد أن تكون تواريخها سليمة وصالحة، كذلك لابد أن يكون جودتها سليمة. ونحن في هذا الجانب مفعلين الأخوة في صحة البيئة وفي الأشغال العامة وفي المنشآت الصحية الخاصة، ولو ترى يعني هذه عينات من بعض المواد التي تم تجميعها من بعض الأسواق، نجدها بعضها صلاحية منتهية وبعضها يعني جودتها سيئة، ولو أن الصلاحية ما زالت مستمرة فيها، لكن لسوء الخزن أو لعدم وجود الجودة الكافية تم سحبها من السوق.
أستاذ علي، لازلنا نقلب الكثير من الملفات معك في هذه الحلقة الخاصة بمديرية عتق، وهي اليوم عاصمة لمحافظة شبوة التنموية التي تشهد أيضا سير عجلة التنمية، وهناك حراكا تنمويا متسارعا لا سيما في مختلف المجالات. لنتحدث أستاذ علي عامر، مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي فيها، عن دور المنظمات العالمية ومنظمات الإغاثة ورفدها بكثير من أنواع الدعم لهذه المحافظة. لو تضعنا وتضع المشاهد الكريم في صورة عامة أيضا لمستوى الدعم لا سيما للمنظمات العالمية والخارجية لهذه المحافظة. بالنسبة للمنظمات العاملة لدينا في محافظة شبوة، يعني لدينا منظمات تدخلت وكان لها دور إيجابي في تنفيذ مشاريع في جانب المياه، فمثلا منظمة تنمية الأسرة كان لها دور كبير في مساعدتنا في توفير الديزل ل50,000 لتر لمشروع الشبيكة الذي يسقى منه مدينة عتق، وكذلك لمشروع تقريبا 10,000 لمشروع العوشة أيضا الذي يستفيد منها بناء عتق. كذلك كان لهم دور في تأهيل غرفة الأطفال القصر في مستشفى عتق، كان لهم دور أيضا في دعمنا ببعض الأدوية لمستشفى عتق. كذلك برنامج الغذاء العالمي نفذ لنا وعلى سنوات ماضية دعم بتوفير كثير من المواد الغذائية والإيوائية للمحتاجين في مدينة عتق وللنازحين كذلك في مدينة عتق. لكن وبعد ذلك تم تحويلها إلى جانب نقد وتم الاستفادة منها من الأسر الفقيرة، كذلك دعم من بعض المنظمات الأخرى مثل مؤسسة الاستجابة نفذت لنا مشاريع، منظمة الهجرة الدولية كذلك نظمت لنا مشاريع مياه لمستشفى عتق والوحدة الغسيل الكلى، وتم إنشاء كذلك خزانات من قبل الأخوة في صندوق التنمية. فكان الكثير من المنظمات دور كبير في الاستفادة من المشاريع، كذلك صندوق التنمية نفذ لنا مشاريع النقد مقابل العمل، تم تنفيذ رصف في شوارع مدينة عتق، تم تنفيذ مدارس في مشروع النقد مقابل العمل بعض الصفوف الإضافية. فكان دور كبير لهذه المنظمات. هناك سلبية في بعض المنظمات مثل منظمة الDRC أن تم التدخل من قبلهم بدون الرجوع للسلطة المحلية، فجاءوا ينفذوا مشاريع في جانب الدعم النقدي لبعض الأسر في بعض المناطق. في نفس الوقت كان هناك في مشروع قائم من الأخوة في التكافل الإنساني عبر برنامج الغذاء العالمي، فحصل نوع من التكرار وتم تنبيههم لهذا الشيء، لكن مشروعهم طبعا قد انتهى. فهناك بعض السلبيات، بعض المنظمات تشتغل بدون الرجوع إلى السلطة المحلية في المديرية، لكن كثير من المنظمات اللي ذكرت لك نسقوا معنا وتم الاستفادة، لأن عندما يكون هناك تنسيق مع السلطة المحلية في المديرية يكون هناك نوع من التكامل. نعم، فنحن نريد أن التكامل يتحقق ليستفيد منه المواطن. هذه المنظمة نظمت في هذا الجانب مشروع في هذا القطاع، نريد أن ينفذ المنظمة الأخرى في قطاع آخر. هذه المنظمة نفذت في هذه القرى 1, 2, 3، المنظمة الأخرى لابد أن نستفيد منها في قرى أخرى لم تستفد. أستاذ علي عامر، مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي فيها، كيف تقيم لنا اليوم أداء المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة في هذه المحافظة؟ المكاتب في متابعة الآن لكثير من المكاتب الحكومية، وتحسن بشكل كبير أدائهم، تحسن بشكل كبير أدائهم على مستوى المحافظة وعلى مستوى المديرية. كذلك في جانب السلطة القضائية، نحن في مديرية عتق في محكمة عتق الابتدائية وجدنا أن المحكمة يعني تشتغل بشكل كبير وحلت كثير من القضايا اليومية وكثير من القضايا الجنائية، فالأداء بشكل كبير يتحسن، إضافة إلى أداء الجانب الأمني. طبعا الجانب الأمني متحسن بشكل كبير، اللي شجع النهضة العمرانية اللي موجودة هذه
من المواطنين من التجار استفادت منها المحافظة، وكان دافع لهم في تنمية استثماراتهم داخل عتق هو وجود الجانب الأمني الذي يحماهم. اليوم أستاذ علي، محافظة شبوة تشتهر بالكثير من الأماكن السياحية والكثير من المتاحف والكثير من الحقول النفطية التي تمتاز بها هذه المحافظة. نحن أيضا تجولنا في كثير من المعالم السياحية والأماكن الزراعية والآثار وزرنا الكثير من المتاحف. السؤال أستاذ علي، لماذا لا يتم توفير جامعة خاصة بمحافظة شبوة تحتوي على كثير من الكليات، كلية السياحة، كلية الآثار، كلية النفط وكثير من الكليات، بالإضافة أنه اليوم محافظة شبوة أيضا تحتاج إلى قناة دعائية ناطقة باسم هذه المحافظة، أو قناة بالأصح قناة ترويجية تروج للمشاهد، سواء كان المشاهد الخارجي أو السائح الخارجي الذي يتمنى أن يزور هذه المحافظة ويتعلم، وأيضا يزور هذه المحافظة ويزور الكثير من الأماكن الأثرية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في هذه المحافظة. هذه أهداف نطمح لها نحن في المديرية أو في المحافظة بشكل عام. نعم. وبالنسبة للجامعة، تم عمل أكثر من لقاء وتم عمل أكثر من ورشة عمل لهدف التسريع في إصدار القرار. طبعا القرار قد صدر في 2010 من الرئاسة بإنشاء جامعة شبوة، لكن للأسف لم يرى النور إلى الآن، وتم الترشيح من قبل الأخ المحافظ لقيادة الجامعة، والترشيح موضوع على طاولة الرئيس، ونتمنى أن يرى النور قريبا. فالمحافظة محتاجة إلى جامعة، جامعة شبوة ستكون فيها هناك كليات نوعية، وقد تميزت شبوة بكلية نوعية هي كلية النفط والمعادن، تتبع جامعة عدن، كذلك لوجود الكليات الأخرى كلية التربية وجامعات موجودة، بعض الكليات الأخرى كلية المجتمع، بالإضافة إلى وجود جامعات أخرى موجودة جامعة القرآن الكريم، وموجودة فروع لجامعات مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا، مثل الجامعة الوطنية. كل هذه الفروع لهذه الكليات ولهذه الجامعات استفاد منها أبناء شبوة. كنا في الأعوام الماضية لا تجد خريج إلا نادرا، الآن الحمد لله أبناء شبوة بل وبنات شبوة خريجات في كل الجوانب وفي كل التخصصات، سواء اللي درسا في عتق في الكليات وفروع الجامعات، أو ربما درسوا خارج عتق في عدن أو في المكلا أو في صنعاء أو خارج اليمن حتى. الجانب الآخر للقناة، هذا هدف لنا، وإن شاء الله يرى النور من خلال دعم من السلطة المحلية والسلطة المركزية، وبإذن الله يتابع هذا الهدف حتى يحقق. أستاذ علي عامر، اليوم نحن تجولنا في كثير من الأماكن الجميلة والخلابة في هذه المديرية، وشاهدنا كثير من الإنجازات تحققت لا سيما في مجال الشوارع، شارع حنيش ومتنفس سوق عتق المركزي، وكذلك الكثير من الحدائق في هذه المحافظة، وهناك أيضا تشجير وهناك الإنارة في هذه المحافظة، لو نتحدث عن ذلك ولو بشيء من الإنجاز. هذه مشاريع مركزية وتنموية سيستفيد منها أبناء اليمن بشكل عام وليس أبناء شبوة، سواء كان المنتجعات اللي ينفذ الآن على شاطئ بئر علي، وكذلك ما تم تنفيذه في جسر السلام الذي يربط الطريق الدولي بين عدن ومحافظة شبوة والسعودية، كذلك الطرق، شبكة الطرق التي يتم تنفيذها الآن، سيتم إنشاء طريق نصاب حطيب مودية، يتم إنشاء الآن طريق عتق حرشفان، تم استكمال طريق عتق العبر، سيتم بإذن الله إنشاء طريق الخشعة، عرماء الخشعة، ويتم تنفيذ الآن طريق عرماء. كل هذه الطرق سيكون لها مردود إيجابي لدى المواطنين، ستخفف من معاناتهم التي كان الواحد إذا أراد أن يصل إلى مركز المحافظة يحتاج إلى 5 إلى 6 ساعات من بعض المناطق، مثل مديرية دهر، مثل مديرية عرمة، مثل مديرية حطيب. إذا تم استكمال هذه الطرق سيصل الشخص إليها ربما في أقل من ساعة.
فهذه تحقق يعني بشكل كبير ارتياح لدى المواطنين ولدى من يسلك هذه الطرق بشكل عام. هذه المشاريع مشاريع مهمة ومشاريع استراتيجية يستفيد منها الجميع. وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية يتم تنفيذ جاري العمل الآن في تنفيذ المنتزهات هذه، ويتم العمل كذلك في إنشاء فنادق سياحية في مدينة عتق، سيكون لها أيضا استفادة كبيرة لأبناء المديرية لوجود وفود على مشاريع استثمارية في هذه المحافظة. إلى المتغيرات والمراحل التي مر بها البلد، إلا أن هناك حراكا تنمويا متسارعا خدميا في هذه المحافظة، كيف يعلق الأستاذ علي عامر مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي فيها على ذلك الإنجازات التي تتحقق لهذه المحافظة؟ هذا ينعكس على وجود الأمن والاستقرار داخل هذه المدينة. تم إنشاء المشاريع مثل ما قلت لك من عائدات النفط المخصصة للمحافظة، كذلك لوجود الأمن والاستقرار في هذه المحافظة شجع المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم في الخارج، والذي يستثمر في الخارج هو معرض لأن تسلب منه هذه الحقوق بمجرد قرار من الدول التي يستثمر فيها. فأحيانا تكون مستثمر في بلد من البلدان ما تعرف إلا وجاءت قرارات في هذا البلد قد تضيع استثماراتك فيها، لكن بوجودك في بلدك أنت في أمان بأن تستثمر داخل بلدك، وأن تراسك فوق، لا يحتاجون منك إلى كفيل، لا يحتاجون كل شيء يعمل باسمك هنا. لكن في بعض البلدان تجد أنك مضطر أن تستعين بمواطن من هذه الدول التي أنت فيها حتى تسجل ممتلكاتك باسمه، لكن هنا تسجل ممتلكاتك باسمك في حرية كاملة أن تستثمر هذه الفلوس التي لديك بالمشاريع التي تراها مناسبة دون أن يكون عليك أي موانع من أي استثمار في أي جهة وفي أي مجال ترغب أن تستثمر فيه. وهذا انعكس على أسعار الأراضي في مدينة عتق، فتجد أن سعر الأرضية في مدينة عتق قد تشتري بها فيلا في جدة أو في مصر بسعر أرضية في مدينة عتق. ماذا عن دور الرقابة السيمة على ارتفاع أسعار العملات اليمنية مقابل العملات الأجنبية؟ اليوم هناك نلاحظ أنه ارتفاع وانخفاض للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، كيف يعلق الأستاذ علي عامر مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي فيها على ذلك؟ هذا جانب يعني مركزي، والتقصير اللي حاصل فيه هو بسبب ضعف، للأسف الشديد بسبب ضعف الحكومة المركزية. يجب أن يكون هناك معالجات عامة لتخفيف والحد من هذه المشكلة، تحديد ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية. فكان يجب أن تكون هناك، وأيضا يجب أن يكون هناك دور للتحالف في باعتباره مسؤول عن الشعب اليمني، لأنه راعي للمبادرة الخليجية وراعي لاتفاق الرياض والاتفاق الرياض الذي تم بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية. فيجب أن يكون يطلع الأخوة في التحالف بدورهم الكامل في تخفيف العبء على الشعب اليمني، وذلك بجعل هناك ودائع في البنك المركزي تخفف من هذا الجانب. نحن في السلطة المحلية في المديرية دورنا الذي نستطيع عمله هو المراقبة للأسعار، أسعار السلع، والأخوة في كلفنا الأخوة في التجارة والصناعة في المديرية بالنزول المستمر على التجار والحد من جشع التجار. نعم. نطلع على الفواتير التي يتم شراء المواد بها، ونقارن ما يجب أن يصرف في نقل البضائع هذا من عدن أو من المكلا إلى شبوة، فيعطى التاجر الشيء الذي يستحقه. إذا في زيادة جشعة تتم المتابعة وضبطها. أستاذ علي عامر مدير مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي بمحافظة شبوة، كيف تقرأ مستقبل هذه المحافظة؟ المحافظة بإذن الله محافظة واعدة، ولدينا ترتيب
مع الأخوة في السلطة المحلية لافتتاح منطقة صناعية في مدينة عتق في الجهة الغربية، وهذا سيكون له مردود إيجابي لنقل المنطقة الصناعية بشكل عام إلى هذا المخطط، وسيجلب كثير من المستثمرين ومن التجار، إضافة إلى توقعنا بإذن الله في العام القادم تكون هناك مشاريع استراتيجية ممثلة في مصانع، في تجهيز الكهرباء الغازية الذي ستحل مشكلة الكهرباء، لأن المستثمرين إذا وجدوا الأمن والأمان وجدوا الكهرباء التي سيشجعهم كذلك في إنشاء استثمارات يستفيد منها أبناء المحافظة وأبناء اليمن بشكل عام. اهتمام القيادة السياسية ممثلة بالمشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ محمد صالح بن عدي وجميع مدراء العموم وجميع أبناء هذه المحافظة، برأيك أستاذ علي عامر مدير عام مديرية عتق ورئيس المجلس المحلي فيها، هل ساعد هؤلاء جميعا في سير عجلة التنمية التي تشهدها المحافظة في ظل اهتمام القيادة المباشر بهذه المحافظة التنموية التي تشهد أيضا حراكا متسارعا في ظل المتغيرات والمراحل التي يمر بها البلد اليوم؟ فخامة الأخ الرئيس مشكور قدم دعم للمحافظة ولا زال يقدم دعم، ويتم دعم المحافظة بمشاريع مركزية من الأخوة من قيادة السلطة المركزية ممثلة بالأخ الرئيس و نائبه ورئيس مجلس الوزراء، فقدموا مشاريع لنا في محافظة شبوه وقدموا دعم 2 مليار و5 مليار أضاف إلى مشاريع أخرى استفادت منها المحافظة. وفي ظل وجود الأخ الرئيس نتمنى أن تستكمل شبوه طموحاتها في إنشاء الجامعة وفي تحقيق المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية التي تستحقها شبوه، فنأمل من القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس والأخ النائب والأخ رئيس الوزراء أن تنال شبوه المكانة التي تستحقها والدور الذي تستحقه، سواء كان في المشاريع أو في تأهيل أبنائها في كل الجوانب. أستاذ علي عامر، رسالة أخيرة أو رسائل تود أن تقولها في نهاية برنامج نحو المستقبل لمن؟ أوجه رسالة أولا لأبناء المحافظة أن يكونوا على مستوى المسؤولية في الحفاظ على المشاريع التنموية التي تم إقامتها وإنشائها في محافظة شبوه. الرسالة الثانية إلى الأخ المحافظ أن يكون المحافظ مستمرا في تنفيذ المشاريع في محافظة شبوه وفي مدينة عتق بشكل عام، لأن من يستفيد من عتقهم ليسوا أبناء عتق وإنما أبناء المحافظة وأبناء اليمن بشكل عام. الرسالة الثالثة إلى الأخوة في الحكومة المركزية ممثلة بالأخ الرئيس والأخ النائب والأخ رئيس مجلس الوزراء أن شبوة كان لها دور كبير في دعم الشرعية، فلا بد أن ينعكس هذا الدور بدعمكم لأبناء محافظة شبوة بمشاريع تنموية تؤهل المحافظة إلى الدور الذي تستحق أن تكون فيه. أستاذ علي، كنا قد عرقنا في كثير من الملفات الساخنة على عجالة في هذه الحلقة، لكن يبدو أن الوقت هو سيد الموقف أو سيد الحكم كما يقولون. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكرك الأستاذ علي محمد عامر مدير عام مديرية عتق رئيس المجلس المحلي فيها على هذه الشفافية وعلى هذه الوضوح وعلى هذه الإجابات الجميلة التي وضعت فيها أيضا للمشاهد الداخلي والمشاهد خارج أرض الوطن عن هذه المديرية وهي اليوم عاصمة محافظة شبوه. لغة الأرقام تحدثنا عن مجمل ملخص لحجم الإنجازات التي تحققت لمديرية عتق عاصمة محافظة شبوة. لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى معكم. إذن مرة أخرى شكرا جزيلا لك أستاذ علي. حياكم الله، أشكركم مرة أخرى، حياكم الله. والشكر موصولا لكم أحبتي أينما كنتم متابعين متابعي قناة عدن الفضائية، وهذه أجمل وأرق تحية مني أنا حسني محمد النجدي، وتحية زميلي المصور المتألق دائما فيصل الأحوص. حتى الأسبوع القادم لكم مني أجمل تحية، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.